عزيزي أحمد، أنا لا أتحرج بالإشارة إلى زميل إعلامي آخر أو محلل سياسي تساءل، وأعتقد هذا التساؤل موجود لدى رجل الشارع، لماذا تقوم جماعة الحوثي باستهداف هذا المطول عبر البحر الأحمر حتى تصل إسرائيل ولديها قاعدة إسرائيلية في أريتريا؟ هذا التساؤل طرح في الإعلام السعودي مثلا. أعتقد أن هذا التساؤل مشروع. إذا كان الخصم هو إسرائيل كما تدعي جماعة الحوثي، كما تدعي إيران، فالهدف الإسرائيلي موجود وهو قريب، ويستطيع أن يحدث أضرارا أكبر بكثير من صواريخ تارة تسقط على الأراضي الأردنية وتارة على الأراضي المصرية، وإن وصلت إلى إيران إلى إيلات. يعني لكم صريحين، يعني ما هذا الحجم التدميري؟ صحيح أنه يحدث معنويا أثار كبيرة، اقتصاديا يؤثر على السياحة، ولكن القوة التدميرية، إحنا اليوم باليوم 34، انظر ماذا جرى لغزة يا عزيزي. فبألم نقول هذه ليست مسألة، مع الاحترام يعني، كما قال حزب الله نصر الله بأنها فزنا بالنقاط وليس بالضرب القاضية، أي نقاط وأي ضربات قاضية. كل يوم حجم الدمار الذي يتم في غزة لا يعطي أي قيمة لكل هذه المفرقعات، سواء بالتصريحات أو بالمخضوبات الصاروخية التي يتم استهدافها. الخطورة الآن أنه إذا تمادت جماعة الحوثي، وأنا يعني متأسف أقول ذلك، إن كانت بتبعيتها لإيران وصلت إلى المستوى الانتحاري الذي يؤذي الشعب اليمني في المقام الأول، ويضرب بعرض الحائط المصالح التي تحققت بضمانة صينية مع السعودية ومع الإمارات، واستهدف قواعد أمريكية أو أهداف في السعودية خاصة المتعلقة بإنتاج النفط، هنا ستتحول المواجهة والردع لن يكون فقط أمريكيا، ستتحول هذه المسؤولية إلى الدول العربية، والقمة العربية الآن على الأبواب. أعتقد هذه المسألة ليس سرا أنها، ولا تحتاج إلى تحليل عميق، إلى أن نعلم أنها ستكون مطروحة من أولويات ما يجب أن يتم الإجابة عليه. كيف ستتصرف هذه الدول فيما لو تعرضت مصالحها الوطنية للضربات على بحجة وذريعة أننا نواجه إسرائيل؟